عليكم، مرحبا بكم معنا في خبر جديد للعنوان ديالو: الاتحاد الاشتراكي يطالب رئيس الحكومة بإعادة نظر في الساعة الإضافية. إليكم تفاصيل. طلب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإعادة النظر في الساعة الإضافية، خاصة خلال فصل الشتاء وتأثيرها على الأجراء والموظفين والتلاميذ. وأكد رئيس الفريق الاشتراكي يوسف أيدي في تعقيبه على رئيس الحكومة بمجلس المستشارين الثلاثاء 4 يناير 2022 أن معاناة التلاميذ والأسر مع هذا التوقيت تزداد في فصل الشتاء، حيث إن شروق الشمس يأتي متأخرا وهو ما يجعل المغاربة يتوجهون إلى العمل أو المدارس تحت جنح الظلام. وأضاف مخاطبا رئيس الحكومة: أنا أقطن في مدينة بعيدة وأخرج مع الفجر من المنزل، وتلاميذ العالم القروي يعانون مع هذا التوقيت. رجاء عيدوا النظر في هذه الساعة الإضافية أو أعملوا على إلغائها نهائيا. ودعا الفريق الاشتراكي رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في هذا التوقيت الصيفي المعمول به حتى في فصل الشتاء، وما يرافق ذلك من تداعيات نفسية أو ملائمة التوقيت المدرسي مع الساعة الإضافية، حرصا على تهيئة الظروف اللازمة للتلاميذ. ويذكر أن الحكومة كانت قد وعدت بفتح نقاش حول هذه المسألة لتتراجع عن ذلك بدون أي مبررات أو تقدم المعطيات أو التوضيحات اللازمة للرأي العام الوطني. وخلف التوقيت الصيفي المعمول به في فصل الشتاء تأثيرات سلبية نفسية واجتماعية وصحية ومجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة. إلى اللقاء.